بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مدين الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدين الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدين الجود والكرم وآله وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تلاوة القرآن خاموشی کے ساتھ سنیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آپ بھی ایک ایک مرتبہ سورة النشرہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی رشمان صدرک ووضع الذي انقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إلا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كل شريك توجه کے ساتھ سنیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تین تین بار تین قل شریف پڑھ لیجئے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي، يا باقي أنت الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شافي أنت الشافي، يا شافي أنت الشافي، يا شافي أنت الشافي، يا شافي أنت الشافي، يا شافي أنت الشافي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كافي أنت الكافي، يا كافي أنت الكافي، يا كافي أنت الكافي، يا كافي أنت الكافي، يا كافي أنت الكافي. بسم الله
الله الرحمن الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساهل لنا أشكالنا بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيب الإله خذ بيدي مالي عجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي مالي عجزي سواك مستندي رب سلم على رسول الله مرحبا مرحبا رسول الله خادي خادي بحار جینے کی ہو زیارت ہمیں مدینے کی ہو زیارت ہمیں مدینے کی جب دمیں واپسی ہو یا اللہ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ اے محمد میرے رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ یا حبیب الالہ خذ بیدی مالی عجزی سوا کا مستندی بسم اللہ الرحمن الرحیم فساہل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار ساہل فساہل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار ساہل فساہل یا الہی کل صابر بحرمت سید ابرار ساحل میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور شبیر یا شبر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی شیئن اللہ المدد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی شیئن اللہ المدد یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی شیئن اللہ المدد ماہ ماہ تاج توہا
تیروا المدد یا غوث اعظم سیدا ماما ماتا اج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدا ماما ماتا اج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدا مشکلات بے ادب دار ما المدد یا غوث اعظم پیر ما مشکلات بے ادب دار ما المدد یا غوث اعظم پیر ما مشکلات بے ادب دار ما المدد یا غوث اعظم پیر ما یا غزلت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر امداد کن امداد کن از پرد غم آزاد کن تی دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از پرد غم کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم ہمارا بھی تیرا لگا دو کنارے تمہیں نہ خدائی ملی غوث اعظم امداد کن امداد کن از پرد غم آزاد کن اے دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت غوث اغثنا بإذن الله تعالى يا حضرت غوث اغثنا بإذن الله تعالى يا حضرت غوث اغثنا بإذن الله تعالى خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي شيئا لله انت نور احمدي خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي شيئا لله انت نور احمدي خذ يدي يا شاه جيلا خذ يدي شيئا لله انت نور احمدي بسم الله الرحمن الرحيم طفيل حضرت دستگیر دشمن ہو میں زیر تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہو میں زیر تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہو میں زیر غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا اور بغدادی نوری سرکار اللہ اللہ کیا کہنا تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو نبی کے پیارے دربار نبی میں غوث اعظم ٹوٹے دلوں کے سہارے کر دیتے ہیں بیڑا پار اللہ اللہ کیا کہنا تو پہلے حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر آمین آمین آمین
یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی توجہ کے ساتھ خاموشی کے ساتھ سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون فإذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك
أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون استوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم قصيدة غوصية بسم الله الرحمن الرحيم سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت نحوي في كؤوس فهمت بسكوتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا معالي وادخلوا أنتم رجالي وغموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالماء في ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولالنتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حذوة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البادي وأشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بتواز أزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمع فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في بحار لصال الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدوة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريدي همتي واشتاق وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تقف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنالي تقولي في السماء والأرض دكت وشاغص السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي لوست العلم حتى صرت قطبا فنلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي عليه الصلاة والسلام بدر الكمالي نبي هاشمي مكي حجازي هو جدي به نلت الموالي مريدي
لا تخف باشن فإني أزوم قاتل عند القتال على جيني يمحي الدين لقبي وأعلامي على رأس الجبال على الحسن والمقدام مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدين الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدين الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المدين الجود والكرم وآله وبارك وسلم الله